مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صين المال والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. في السنوات الأخيرة تتوسع أسواق الصينية الخارجية بالطراد، فمن أوروبا إلى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. من أبرز مؤشراتها الصادرات الصينية المتعلقة بصناعة السيارات، ويعد اتساع سريع لسوق سيارات الطاقة الجديد نقطة اختراق جديدة لقطاع إنتاج السيارات الصيني. تبرز المركبات الصينية بالطاقة الجديدة في الأسواق التنافسية العالمية، مدفوعة بابتكار العالي الجودة الذي يميز إنتاجها. ويساعد هذا التوجه استراتيجي على تعزيز وتوفير الطاقة وخفض انبعاثات الكربونية. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على صناعة مركبات الطاقة الجديدة وصادراتها إلى الأسواق العربية، وسنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا اليوم عبر الإنترنت سيد عرفات حرحشة، رئيس السابق منتدى رجال الأعمال العرب في الصين. مرحبا بكم سيدة عرفات. أهلا وسهلا بك يا ليلي. أهلا وسهلا. قبل حديثنا مع ضيفنا اليوم لنتابع تقرير تالي أولا. في السنوات الأخيرة استمر توسع حجم السوق الصيني لمركبة الطاقة الجديدة، فبلغ حجم الإنتاج والمبيعات لمركبة الطاقة الجديدة بالصين 13,000 وحدة في عام 2012، واليوم بعد عقد من الزمن بلغ معدله السنوي المركب 86% في السنوات العشر الأخيرة. 2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，新能源汽车目前的保有量已超过1000万，产业发展进入了全面市场化拓展期。 مع الارتفاع المستمر للمبيعات ومعدل اختراق سوقي مرتفع، لا شك أن مركبات الطاقة الجديدة هي موضوع رائج في صناعة السيارات هذا العام. وفي العديد من معارض السيارات وصلت نسبة العلامات التجارية لمركبات الطاقة الجديدة إلى مستويات قياسية جديدة. 滚动产品呢，给消费者的用车场景啊，带来了更多的一个便利。它没有里程的焦虑，而且呢，它特别的节能。所以现在呢，这个这一届的车展的一个大看点就是说，插电混动的产品特别多。 والجدير بالذكر أن الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني قرر مؤخرا تمديد سياسة إعفاء مركبات الطاقة الجديدة من ضريبة شراء المركبات حتى نهاية عام 2023. 现在我也考虑把自己的油车去换成电动车，一年下来的话，大概油费加上保养的话，差不多能帮我节约2万到2万5千块钱左右。购置税的话呢，像这个价位的车呢，我们差不多平均省了大概4万块钱左右。 حتى الآن قد تجاوزت المبيعات التراكمية لمركبة الطاقة الجديدة في العالم 20 مليون وحدة، وفي النصف الأول من عام 2022 تجاوزت المبيعات العالمية لمركبة الطاقة الجديدة 4.22 مليون وحدة بزيادة قدرها 66.38% على أساس سنوي، مما سجل رقما قياسيا جديدا. مع تطور تكنولوجيات الطاقة الجديدة والقلق حول التلوث البيئي وتغير المناخ ومتطلبات التنمية المستدامة، دخلت كهرباء المركبات تدريجيا في جدول الأعمال الاقتصادية للدول العربية الغنية بالنفط. وفي الوقت الحاضر تحصل المزيد من السيارات بالعلامات التجارية الصينية على إقبال كبير من طرف المستهلكين في دول الشرق الأوسط، كما أصبحت مركبات الطاقة الجديدة نقطة مضيئة جديدة للعلامات التجارية الصينية للتوسع في الأسواق بهذه الدول. فكيف تكون مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في دول الشرق الأوسط؟ وما هي الجهود التي تبذلها شركات السيارة الصينية لدخول أسواق الشرق الأوسط؟ وما هي الصعوبات التي تواجهها؟ لنعرف المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في هذه الحلقة.
نعم سيد عرفات، في البداية نتحدث يعني عن يعني سيارات بطاقة جديدة، لقد رأينا أن معظم المنتجات الرائجة في معرض سيارات هذا العام هي مركبات تستخدم الطاقة الجديدة، ويمكن ملاحظة أن استراتيجية علامات سيارات في مجال الطاقة الجديدة والذكاء قوية للغاية، ففي رأيكم لماذا سيارات الطاقة الجديدة تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين؟ نعم بالفعل، مركبات الطاقة الجديدة الآن تحظى يعني رغبة شديدة من المستهلكين لاقتنائها، وذلك لعدة أسباب كثيرة. سأحصرها بحوالي 6 أسباب. أولا هي صديقة للبيئة، ونحن نعلم التوجه العالمي في الحياد الكربوني. كذلك هي تحدث يعني ضوضاء أقل من السيارات العادية. كذلك هو الشيء الأهم من الأسباب أنها أقل كلفة، فالكيلو الواحد استهلاك للوقود العادي بالمقارنة بالكهرباء يشكل حوالي 25-30% من كلفة الاستهلاك للوقود. كذلك السبب الرابع أن كلفة الصيانة أيضا للسيارات الطاقة المتجددة أيضا أقل من كلفة الصيانة بالسيارات العادية. ثم السبب الخامس نستطيع أن نقول المظهر الخارجي للسيارات الكهربائية الآن أصبح مظهر عصري أكثر وجاذب لفئة كبيرة من المستهلكين. وأما السبب السادس أستطيع أن أقول أن يعني التقنيات التي تستخدم الآن في السيارات الحديثة تعطي قيمة مضافة كبيرة جدا للسيارات، مثل يعني الذكاء والقيادة الذاتية وما إلى ذلك. أعتقد هذه الأسباب مجتمعة جعلت من المستهلك أن يتوجه إلى السيارات الكهربائية. نعم، وأيضا نعلم حاليا يعني يقبل يعني الشهد في أسواق العربية إقبالا كبيرا لسيارات بطاقة الجديدة. ممكن نأخذ مثلا في السعودية، يعني حسب التقرير حدد الحكومة السعودية هدفا لسيارات الكهربائية أنه من المتوقع بحلول عام 2030 ستمثل نسبة السيارات الكهربائية في العاصمة الرياض 30% على الأقل. إن هذه السياسة فاجأت كثير من المستخدمي الإنترنت، لأن الشرق الأوسط يعني كما نعلم يعني غنية بمصدر للنفط والغاز، حتى يعتقد كثير من الناس أن سعر البنزين في السعودية أرخص من سعر الماء. فلماذا تريد مثلا يعني الدول العربية يعني دخول السوق سيارات كهربائية؟ نعم حقيقة، نعم هذا سؤال جدير بالاهتمام، خصوصا لمنطقة الخليج العربي الغنية بالنفط. الواقع أن مهما كان النفط والغاز مهما كانت فهي طاقة يعني لها محدودة، وممكن أن تنضب في وقت ممكن 10 سنوات أو 20 أو حتى 50 سنة. أما الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهربائية فيعني ربما تكون مستدامة أكثر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية جاءت رؤية المملكة العربية السعودية، رؤية 2030، تصب في يعني عدم الاعتماد الأكبر على النفط والغاز والتوجه أكثر للطاقة المتجددة. هذا جزء مهم جدا من رؤية المملكة 2030. لذلك من هنا كان التوجه الحكومي لهذا. كذلك يعني رأت المملكة أنه عليها واجب أيضا أن تقلل من الانبعاثات الكربونية في وأن تتجه إلى الحياد الكربوني، وهذا جزء أيضا مهم جدا من رؤية المملكة 2030. بكل هذه الأسباب نعتقد ونرى أن يعني جاء توجه المملكة العربية السعودية للحث وتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، وبالفعل أعتقد أنه سوف يكون لها مستقبل كبير جدا في المملكة.
نعم، وأيضا يعني الآن ربما نحن نتعود نستخدم سيارات بالطاقة التقليدية مثل البنزين، وأيضا في مواجهة استبدال المركبات بالطاقة الجديدة ويعني مركبات الطاقة التقليدية، ما هو موقف شارع الشرق الأوسط من هذا الموضوع؟ ما هو وضع المبيعات الحالي لمركبات الطاقة الجديدة في الدول العربية؟ الواقع ان يعني سوق المركبات الطاقه الجديده وخصوصا الكهربائيه يعني في نمو مضطرد. نعم هناك بعض يعني الدراسات، مثلا نستطيع ان نقول بعض الدراسات تقول ان 52% من المستهلكين في الامارات المتحده يفكروا في شراء سيارات او مركبات الطاقه الجديده اللي تكون لهم السياره الثانيه المستنوره. وهناك أكثر من 28% من المستهلكين السعوديين يفكروا أيضا في السيارات هذه، بل أن 18% من المستهلكين الإماراتيين قد اقتنوا بالفعل سيارات المركبات الكهربائية. طبعا هذا يعني أيضا نرى هناك ظاهرة كبيرة جدا في الأردن، في المملكة الأردنية الهاشمية، باقتناء المركبات الكهربائية، وتعتبر من يعني أكثر الدول نمواً في اقتناء السيارات الكهربائية. لذلك بالعموم بشكل عام، إن كان حتى في المغرب العربي، في الجزائر وتونس، أيضاً هناك سرعة كبيرة جداً، يعني تقترب بعضها من 108 إلى 200% الزيادة السنوية في اقتناء السيارات الكهربائية. لذلك نعتقد أن مستقبل هذا السوق يعني واعد جدا جدا في منطقة الوطن العربي. نعم أعرف، نعلم أنتم من الأردن، وقبل قليل أيضا ذكرتم يعني الوضع في الأردن. ممكن مزيد من المعلومات حول أسواق يعني سيارات بطاقة جديدة في أسواق الأردنية؟ نعم، نعلم أن الأردن تعتبر يعني ليست من الدول النفطية، وهي تستورد النفط، وفاتورة يعني الطاقة بالنسبة للأردن فاتورة عالية جدا، وهي يعني وبالنسبة لدخل الفرد الأردني تعتبر يعني مكلفة جدا. لذلك كان حل الطاقة الكهربائية أو السيارات المركبات الكهربائية كان حلا مثاليا المستهلك الأردني. فوجدنا في السنتين الماضيات يعني تصدير كميات كبيرة جدا، تقترب إلى عشرات الآلاف من السيارات، وخصوصا من السوق الصيني، وخصوصا من السوق الصيني للأردن. فلذلك رغم صغر حجم السوق الأردني، إلا أنه أكبر سوق مستهلك للسيارات الكهربائية الآن يعتبر في الشرق الأوسط. وذلك للفرق الكبير بين سعر البترول إلى نسبته إلى الدخل الفرد الأردني. لذلك طبعا الآن يعتبر يعني في قمة التزايد أو التسارع في استهلاك هذه المركبات والتصدير هذه المركبات للسوق الأردني، وخصوصا من السوق الصيني الآن السنتين الأخيرات. شهدت مبيعات كبيرة في سوق الأردنية، وأيضا عندما نتحدث عن سيارات بطاقة جديدة لابد أن نتحدث عن يعني charging pile، يعني مع تطور سريع لصناعة طاقة جديدة تحتاج يعني البيئة الصناعية إلى تحسين أيضا، وأيضا تعتبر يعني قمة الشحن يعني حجر زاوية لتدوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة، بينما يستمر اتجاه تدوير السيارات الطاقة الجديدة في تسارع. فكيف يعني ستتطور صناعة هذه الأخيرة في الشرق الأوسط؟ أعتقد أن هذا من أكبر التحديات التي يعني تواجه هذا السوق، وهي اللي هي يعني مراكز الشحن السيارات وتواجدها على مستوى البلد بشكل عام. هذا مهم جدا. لذلك أنا من هذه الباب أنا أعتقد أن الاستثمار في هذا الاتجاه في هذا المجال يعتبر استثمار ناجح جدا وواعد. وهنا يعني يكون
هذه البنية التحتية تساعد على المزيد من يعني توسعة هذا السوق. وبنفس الوقت وجود عدد أكبر من السيارات في السوق أيضا يساعد المستثمرين للاستثمار في هذا المجال. لذلك هذه بالفعل جزء مهم جدا من البنية التحتية التي تحتاجها المركبات الكهربائية لتوسيع أسواقها. ويستطيع يعني أصحاب يعني المستوردين من ناحية، وكذلك المصنعين أصحاب الماركات المركبات الكهربائية، الاستثمار في هذا المجال أعتقد يكون مناسب جدا لتوسيع يعني مبيعاتهم في المنطقة المستهدفة. نعم، شكرا جزيلا سيد عرفات على هذه التعليقات. نأخذ فاصل قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين، الآن سنأخذ فاصل قصيرا، فابقوا معنا. نعم سيد عرفات، نعلم أنتم تشتغل في مجالات يعني الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية لسنوات طويلة، فحسب خبرتكم في الدول العربية أي أشكال من المركبات السيارات بطاقة جديدة أو أي نوع يعني تلبي رغبة مستهلكين العرب؟ نعم بالفعل، أكثر سيارات طلباً هي سيارات الـSUV. نعم. الـSUV بأحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. هي ثلاث أنواع من الـSUV مطلوبة. الرقم اثنين تأتي السيارات الميني الصغيرة جداً. التي يعني تكون يعني تناسب إما كان الموظفين أو يعني النساء، وأيضا مناسبة جدا للديليفري للتوصيل. هذه النوعين من الأشكال السيارات هي المطلوبة بشكل كبير جدا في السوق العربي. نعم، نعلم في الوقت الحالي ومع استمرار الصين في توسيع انفتاحها على العالم على الخليجي، يخرج المزيد ومزيد من السيارات للعلامات الصينية إلى العالم، وأيضا يتم الترحيب بها من قبل مستهلكين في دول الشرق الأوسط. وأيضا بحسب تقرير حديث لشبكة أعمال العربية، أصبحت السعودية وإيران والجزائر وهيروها من دول الأسواق المبيعات الرئيسية لسيارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيعني كيف تعتقد العلامات السيارات الصينية في الدول العربية، وأيضا تزداد شعبية السيارات في الأسواق يعني الشرق الأوسط، كيف تعتقد حاليا هذا التطور؟ أعتقد أنها في يعني نحن في بداية تطورها، وما زال الطريق والفرص واعدة كبيرة جدا في توسيع هذه الأسواق فيها. والحقيقة يعني نستطيع أن نذكر بالفعل يعني الماركات الصينية التي المنتشرة وخصوصا في السعودية، يعني حتى مثل خونشي وويلاي وولينغ. نعم، هذه يعني انتشرت، وايضا سياوبونغ، كلها هذه ماركات انتشرت ولها سوق واعد في الوطن العربي. اعتقد ان السبب وراء ذلك ان الارتقاء في النوعيه والجوده، يعني اثبتت يعني جودتها هذه السيارات، هذا يعني رقم واحد، هذا كسبب. كذلك التصاميم الجذابه للماركات الصينية، الحقيقة هذا كان سبب مهم جدا لاقتناء السيارات الصينية، بالإضافة إلى أن هناك خيارات يعني متعددة، ويوجد بعض الدراسات وفهم للأسواق. كما ذكرت لكم قبل قليل أن السيارات الـSUV والميني كارز مطلوبة، فأدركت هذه العلامات الصينية بعد دراسة أن هي المطلوبة، وأصبحت يعني تسوق هذا النوع من السيارات التي تناسب هذه الأسواق. أعتقد هذه الأسباب كلها جعلت من السيارة الكهربائية الصينية مرحب بها في أسواق الوطن العربي بشكل عام،
كان بالشرق الوطن العربي أو المغرب الوطن العربي. نعم صحيح، يعني كما ذكرتم ربما في أسواق صينية عندما نتحدث عن سيارة بطاقة جديد يعني قليلا نتحدث عن SUV، يعني ربما كالسيارات العادي نستخدم دائما، ولكن في دول العربية أحيانا كما ذكرتم SUV ربما يكون أكثر يعني إقبالا في هذه المنطقة. وأيضا يعني أصبحت سيارات الطاقة الجديدة تدريجيا يعني نقطة مليئة جديدة لصناعة السيارات الصينية ولتتوسع في سوق الشرق الأوسط. وأيضا بالنسبة لعلامات سيارات الصينية الكبرى، لطالما كان الشرق الأوسط سوقا ذا إمكانات هائلة. ما رأيكم في يعني الجهود التي تبذلها علامات الصينية لسيارات لتدوير سوق الشرق الأوسط، وأيضا ما هي التحديات؟ نعم، الحقيقة يعني دأبت معظم العلامات الصينية على يعني دراسة الأسواق العربية وأخذ تقارير ميدانية وإيجاد وكلاء يعني أقوياء لتسويقها في الوطن العربي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حاولت تدرس يعني نقول سلوك المستهلك العربي والتأقلم معه ومعرفة احتياجاته وتعديل التصاميم لتناسب الأجواء العربية والمناطق العربية. فلذلك أستطيع أذكر بعض الماركات الصينية عدلت بعض يعني قطع الغيار الرئيسية في مثل ممتص الصدمات وكذلك المكيف من أجل أن يتناسب مع الحرارة العالية في الخليج العربي على سبيل المثال. فكل هذه يعني عملت جهود كبيرة جدا للتأقلم مع السوق العربي. هذا من ناحية. من ناحية ما هي التحديات؟ الحقيقة تحديات كبيرة أيضا بنفس الوقت لرفع يعني للنهوض بسمعة السيارات الصينية. أعتقد أنه ينبغي على الشركات الصينية أن تتفهم أكثر ثقافة المنطقة، تتعاون أكثر مع المستوردين ومع شركاء العمل على مبدأ يعني الربح المشترك، تتعرف أكثر كما ذكرنا على الثقافة، أيضا مسألة التمويل ومسألة الاستثمار في هذا المجال في المناطق والأسواق الكبيرة مثل السعودية ومثل مصر ومثل الجزائر. أعتقد هذا تحدي ينبغي أن يدرس بطريقة مختلفة. الاستثمار أيضا في البنية التحتية منها الشواحن وما إلى ذلك، هذه أيضا تحديات أعتقد ينبغي على الشركات والماركات الصينية يعني الانتباه لها. نعم يعني، وأيضا يعني مزيد من هذا الحديث، لكي يكون هناك اختراق داخل سوق الشرق الأوسط لسيارات من طرف العلامات الصينية، ما هي يعني الجهود وأيضا الجوانب التي ينبغي تحسينها حسب يعني وجهة نظركم؟ بهذا خصوصا لدي بعض الاقتراحات العمليه التي ممكن ان تتبناها يعني الشركات الصينيه، ومنها اولا يعني الاستثمار في خدمه ما بعد البيع. هناك يعني كل مستهلك وكل مشتري يحتاج ان يطمئن الى خدمه ما بعد البيع، لذلك الاستثمار في عمل فرق عمل يعني من المهندسين ومن الفنيين في الوطن العربي لتدريبهم على صيانة السيارات الصينية، هذه ستشكل لهم نقلة نوعية في التسويق. كذلك الاستثمار ودعم الوكلاء المحليين في الاستثمار في الشواحن، كما ذكرنا أهمية انتشار الشواحن في منطقة الاستهلاك ضرورية جدا تساعد على 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 انتشارها ومبيعاتها. كذلك لا يمنع ان نفكر في الاستثمار في التجميع او التصنيع في الاسواق الكبيره واخذ يعني السبق
بالتصنيع في دول الأسواق الكبيرة مثل السعودية كما ذكرنا ومصر والجزائر، من أجل أن نسبق الدول الأخرى إن كانت كوريا أو اليابان أو الأوروبية في هذا المجال. لذلك أنا أنصح أيضا السرعة في الاستثمار. كذلك مزيد من البحث والتطوير وعمل مواصفات خاصة يعني تتلائم مع الأجواء والمنطقة، هذا أيضا سيشكل يعني علامة فارقة وميزة تنافسية للسيارات الصينية في المستقبل. نعم سيد عرفات، نعلم تلتزم الصين رسميا بالسعي لتحقيق ذروة الكربون بحلول عام 2030، وأيضا حياد كربون بحلول عام 2060، وأيضا تسعى الدول العربية أيضا بالنشاط إلى تحويل وتغيير الوضع اعتماد على الطاقة التقليدية، وأيضا تواجه الصين والدول العربية قضايا رئيسية تتضمن بضمان أمن طاقة وتحقيق تحول للطاقة. فأصبحت مجال الطاقة منخفضة كربوني محط اهتمام للجانبين. وفي السنوات الأخيرة أطلقت الصين والدول العربية عددا من مشاريع تعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك توليد الطاقة الشمسية أو كهرو ضوئية. فبرأيكم هل يمكنك أن تعريف بإمكانات التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الطاقة النظيفة الحضرات؟ نعم، وهذا يعني موضوع مهم جدا للغاية، والحقيقة له أبعاد كبيرة. لا شك أن هدف الحياد الكربوني هذا هدف عالمي يسعى له الجميع، والصين والوطن العربي أيضا في نفس الاتجاه يسعى لهذا تحقيق هذا الهدف. وجود حرارة أو طاقة شمسية وسطوع عالي في الوطن العربي يجعل من الاستثمار في الطاقة الشمسية والكهروضوئية ذو جدوى اقتصادية عالية. نعلم أن درجة السطوع في الوطن العربي عالية جدا، لذلك كما ذكرت الجدوى من الاستثمار في هذا المجال تكون عالية. وأيضا يعني عندنا درجة السطوع عالية، وعلى مدار العام يوجد يعني السطوع الشمسي. استطيع ان الخص يعني مجالات التعاون التي ممكن ان تكون يعني ذات جدوى عاليه بين الصين والوطن العربي في اربع مجالات تخص الطاقه الشمسيه. اولا بناء محطات طاقه شمسيه كبرى في مختلف الدول، وخصوصا الدول التي فيها سطوع شمسي عالي، منها الاردن والسعوديه و شمال أفريقيا بشكل عام يعني، وحتى مصر وليبيا. هذه كلها دول يعني الجدوى من الاستثمار في الطاقة الشمسية عالية. اثنين، الاستثمار في إنتاج الألواح الطاقة في الوطن العربي لذلك سيعطيها ميزة تنافسية كبيرة جدا، لأن يكون هناك شراكات بين الصين والوطن العربي في التصنيع الألواح الشمسية. فلا نستطيع يعني استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في الوطن العربي مثل الرمال السيليكا التي تشكل هي مادة أولية لصناعة الخلايا الطاقة الشمسية. أيضا هذه موجودة منتشرة بشكل كبير جدا في الوطن العربي على مدى مثل كما ذكرت حتى في السعودية ومصر والأردن و الجزائر، وربما لا تحضرني بقية الدول، يوجد فيها رمال السيليكا التي يصنع منها هذه الخلايا الشمسية. كذلك الاستثمار في الطاقة البشرية والعقول، ونعرف أن يعني الوطن العربي ووطن يعني شاب، في معظم سكانه من الشباب، أيضا هذه طاقات كبيرة جدا ينبغي على الصين والدول العربية استفادة منها في مجال يعني البحث والتطوير في هذا المجال. أعتقد هذه الأربع مجالات يعني مجالات مهمة جدا، يوجد فيها فرص جدا، فرص للوطن العربي والصين أن تتعاون فيها إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا سيد عرفات على هذه التعليقات، وأيضا نشكركم مرة أخرى على حضوركم عبر الإنترنت في برنامج الصيني المال والعمال.
أهلا بكم ونلتقي على خير دائما. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقتنا القادمة.